يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخي يفقد كثيرا من المال من محفظته بين فترة وأخرى، وكذلك الزوجة زوجته تفقد الذهب الخاص بها في البيت ولا يوجد معهم أحد، فأخبرتهم أن هذا شيطان ويقوم بالسرقة من البيت، وأن عليهم قراءة سورة البقرة كل يوم، فهل قولي هذا صحيح وهل توجيهي صحيح؟ وش أدريك أنه شيطان؟ فمن عندهم أحد يدخل عليهم خفية ويأخذ من أموالهم، ولو قرأوا سورة البقرة لصار سارق، ما تمنعه. فعلى كل حال يحفظون مالهم، عليهم أنهم يحرزون مالهم ويحفظونه ويغلقون عليه. نعم.